أسعد الله كل أوقاتكم، كل خير وسرور ومحبة. من الوصفات اللي كثير تطلبونها شاورما المطاعم، أبى أسويها معاكم اليوم بطريقة مرة سهلة ولذيذة، متأكدة بتحبونها. بس معها ثومية، سبق سويناها كثير مع بعض، فممكن ما أصور لكم الثومية بس لها مصورة سابقا، بس بكتب لكم طريقتها. شوفوا هنا انقطعتها شرايح مرة رقيقة، شايفين بهذا الشكل. طبعا هذه عبارة عن أفخاذ وصدور عشان تعطي توازن مرة حلو، في يعني ما تصير كلها صدور. عندنا زيت زيتون، عندي زبادي، عندي دبس الفليفلة، إذا ما عندك حطي معجون الطماطم، عندي ليمونة بقشرها، بس اختاروا الليمون اللي يكون قشره رقيق، مو ليمون يكون قشره سميك عشان ما يعطيك مرورة. شلت الحب منه، الليمونة بقشرها بنات. وعندي هناك عصير برتقال، عندي تقريبا 5 إلى 6 فصوص ثوم، ممكن تزيدين أكثر إذا أنت حابة. أنا أقدر أستخدم بهاراتي، بهارات الشاورما أو 7 بهارات، بس قلت بحط لكم خلطة عشان تسوونها مرة حلوة. البهارات عبارة عن بابريكا، كمون، كزبرة، بصل بودرة، وملح، هذه ملعقة، نص ملعقة من جوزة الطيب، وقرنفل، وقرفة، وهيل، وفلفل أسود، وكركم، وبعد في زنجبيل في مكان ما نسيت أحطه، طبعا هنا في زنجبيل المفروض. في محضرة الطعام أو خلاط أو أي شيء عندك راح نضيف المكونات، راح نضيف زيت الزيتون، كمية حلوة كذا من زيت الزيتون وراهية، زبادي، عصير برتقالة واحدة عشان تعطيكم نكهة المطاعم، الثوم، كتري ثوم عادي، الليمون، القشرة، نضيف دبس الفليفلة، البهارات حقتنا اللي ذكرت لكم إياها كلها. شوفوا هنا بنات، راح نحط التتبيلة اللي جهزناها على الدجاج، ونخلط هذه المكونات كلها مع بعض لين تتجانس، ونخليها تنقع بهذه التتبيلة تقريبا 2 ساعات 3 ساعات 4 ساعات، إذا أنت مرة مستعجلة ساعة، بس كل ما طولت كل ما كان أفضل. أتمنى أتمنى الريحة توصلكم، أتمنى الريحة توصلكم، شيء ما شاء الله تبارك الله. هذا قبل ما تنطبخ كذا ريحتها، كيف لما تنطبخ. طبعا بعلمكم طريقة طبخها غير، ما راح نحطها بالمقلة، بتشوفون. وما شاء الله تبارك الله شكلها كذا بالتتبيلة، كيف تشهي. طيب خلونا نغطيها ونخليها تتبل أطول فترة ممكنة لنا. تعالوا نجهز الثومية. طبعا أنا هنا حطيت على النار ماي ونشا، خل بنزله. تعالوا نجهز الثومية، أنا حطيت على النار ماي ونشا لحد ما صار بهذا القوام. هذه ألذ ثومية ممكن تاكلينها في حياتك. راح أضيف عليه مايونيز، طبعا خليته يبرد شوي، المفروض يبرد أكثر بس أنا خليته يبرد شوي. أضيف عليه مايونيز، خل، حليب، مقدار حلو 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 من الثوم، تقريبا حول ملعقة كبيرة ثوم مهروس فريش، أحلى طبعا من أحلى، وخلاص خلصنا. وعندنا طبعا هنا زيت زيتون، راح اخلط هذه المكونات مع بعض لين تتجانس. طبعا ترى نسيت الملح بنات، فكيتها وحطيت الملح، المقادير بتكون مكتوبة لكم فتطمنوا. ابغاكم تشوفون القوام معي، شوف قوامها مع بعض. شايفين قوامها حيل حلوة.
ريحتها ثومية، وهذه ثوميتنا صارت جاهزة. شايفين قوامها كيف يجنن، ريحتها تشهي. وانا اجهز يا بنات، شوفوا هنا هذا المخلل حيل لذيذ، ان شاء الله يكون واضح لكم. مرة مرة لذيذ، مكتوب عليه sweet and sour، حالي وحامض بنفس الوقت. هذا اخره للاسف، للاسف هذا اخره، بس ان شاء الله اشتري. طبعا انا اخذه من الدانوب، فراح اقطع هذا المخلل عشان الشاورما حقتنا نحطه فيه. عندي نوع ثاني، عندي شركة ثانية، بس هذه حيل لذيذة. اذا شفتوها خذوها وانتم مغمضين، يعني عادي هذا تاخذينه كذا لذيذ يا جماعة، شكل ما تخيلونه. سخنت الفرن وراح احط الشاورما حقتي في صينية. طبعا تعرفوني احب استخدم ورق الزبدة عشان اول شيء ما تتوسخ صينيتي، فبحط الدجاج بالتتبيلة حقته وافرشه بهذا الشكل، ما اخليهم متراكمين فوق بعض. فرشتها بهذا الشكل، خلوها بهذا الشكل. تكونين مشغلة الفرن قبل بعشر دقائق، لازم يكون فرنك ساخن عشان ما تطلع لك سوائل كثيرة وتصير ناشفة معاكي. ما حطه لأن زي ما شفتوا رقائق رقيقة. ما شاء الله تبارك الله، الريحة يا جماعة مش أي أي ولا زي زي. المهم راح نبخرها بفحمة وبرجعها الفرن مرة ثانية خمس دقايق على طول. الآن راح نرجعها الفرن. هنا راح نجهز الشاورما حقتنا، بنحط الثوم. الآن راح أحط الدجاج اللي حنا شويناه بهذا المنظر، راح أحط البطاطس، بحط المخلل وكل شيء. راح نبدا الان ونلفها، تلفينها خلاص عادي، سكريها من الجهتين اذا انت حابه. خلاص ابدي لفيها بشكل رول، راح اقصها علشان تقدر اقدر ادخلها في الحماصه. راح نحط قطعنا هنا، في مجال في الجهة الثانية بعد. ما شاء الله تبارك الله، مية مية تحميرة، ما شاء الله تبارك الله. سكينة حادة واقطعي الشاورما، شوفوا شوفوا اللذاذة. طبعا انا ذقتها، ذقت الشاورما اطلق من شاورما المطاعم، اتحدى فيها. ما شاء الله تبارك الله، قلت عن ثوميتي يا فتى؟ رهيبة يا فتى الأحساء، رهيبة، مو حامضة ومضبوطة، مضبوطة ثوميتي؟ مش أي أي ولا زي زي. يا سلام عليك، أنت صراحة الفن كله. أسامة يقول ما يحب الثومية بس ثوميتي غير، تجنن يا جماعة. يعني ثومية جرب، لازم تجرب، أبونا ما ياكل الثومية. ترى في خذ شوي، تجنن. مش يعني حاد الطعم.